اليوم انا رسالة عبد الرباء. يا عبد الرباء، هل انت معانا ولا معانا؟ مع مين للابد بتكون؟ مع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ معانا ولا معاهم؟ اذا انت معانا عيش ببلدنا وعيش ببلدنا لما تشبع، اما انت مش معانا عيش ببلدهم. بس اختار واحد، موقع واحد لك للابد. شوف كل رئيس السعودية هناك عايش هناك، وانت مش عارف عندنا عايش السعودية. ليش 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 احنا نشتنقي عندك؟ حتى اذا المطبات، حتى اذا طرحت الغنايم، حتى اذا طرحت كل شيء عادي ماليش معك. اما انت مش معانا احنا بنضبح. ليش ليش تعيش معاهم؟ ليش انت رئيسهم؟ انت رئيسهم؟ انت رئيسهم عادي يروح، عادي يروح. بن 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 بنجيب رئيس تاني، احنا ما نشتكش خلاص. بعدين ده انت قصيت هناك للابد. خلاص ما نشتكش، بتكون ده مش رئيسنا. تعال بالضبط لما تجي بصرح لك. بنجهز ورود حلو مرة حمراء، وردي وشوكولات مرة حلوة. بنجهز لك البيت، يعني برتب لك بيتك وبنجهزه، وبنحبك وبندلعك، بندلعك دلع، وبنحبك كثير. يعني ده انت رايح مكان بنروح بعدك بعدك بعدك، لان انت الرئيس. احنا بعدك انت مش بعدك. انت داخل اليمن مش داخل السعودية، داخل اليمن.